السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتي واصدقائي، يا رب تكونوا دايما بخير. وكتب لكم اسعار الدولار والعملات ليوم الاثنين 4/3/2024 من قناتي انا وحياتي، فضلا وتكرما منكم اتمنى تشرفوني وتنوروني باشتراك ولايك. اسعار الدولار والعملات في السوق السوداء، سعر الدولار في البنوك: اولا سعر الدولار في البنوك 30 جنيه 85 قرش، البيع 30 جنيه 90 قرش. اسعار الدولار والعملات في السوق السوداء: سعر الجنيه الاسترليني 52 جنيه 25 قرش، البيع 52 جنيه 75 قرش. سعر الدينار الليبي 8 جنيه 57 قرش، البيع 8 جنيه 78 قرش. سعر الدينار البحريني 109 جنيه 85 قرش، البيع 115 جنيه. سعر الريال العماني 107 جنيه 21 قرش، البيع 112 جنيه 21 قرش. سعر الدينار الأردني 58 جنيه 21 قرش، البيع 59 جنيه 71 قرش. سعر الدينار الكويتي 134 جنيه 9 قروش، البيع 139 جنيه 9 قروش. سعر الريال القطري 11 جنيه 34 قرش، البيع 11 جنيه 54 قرش. سعر الدرهم الإماراتي 11 جنيه 24 قرش، البيع 11 جنيه 45 قرش. سعر الريال السعودي 11 جنيه 3 قروش، البيع 11 جنيه 20 قرش. سعر اليورو 44 جنيه 78 قرش، البيع 45 جنيه 28 قرش. سعر الدولار في السوق السوداء الشراء 41 جنيه 26 قرش، وسجل البيع 41 جنيه 53 قرش. انخفاض كارثي لسعر الدولار في السوق السوداء. كنا بنتمنى دايما ان الدولار يوصل لـ40، وبفضل الله وصل لـ40. بنتمنى ان شاء الله يثبت على حاله مش يرتفع تاني.